فيما نقلت بعض المواقع الإلكترونية عن ناشطين سياسيين معلومات عن مقتل محافظ المدينة الجديد سمير الشيخ. أنا حي أرزاق والشعب أهلي. مقتل طفل في الثانية عشرة من عمره في منطقة درعا جنوب سوريا إثر تعرضه لعيار ناري في الرأس. أنا غازي الملحم خال للطفل موسى خضر سلام الوادي، والطفل الحمد لله طيب بخير وسلامة. أنا عندي الآن أسماء شهداء، عندي اسم الشهيد أحمد المارتيني. أنا أحمد مارتيني سكان أهل حما من حي القصور، فاجأت اليوم أنه بلاقي اسمي على قناة الجزيرة أنه متوفي، ورفقاتي كل واحد يدق لي أنه شو توفيت ما توفيت، وهي هويتي. ميت ماني ميت. وفي بنياس أفادت لجان التنسيق بالعثور على جثة الشاب أحمد ياسين طه وعلى جسده آثار التعذيب بعد يوم من خطفه. أنا المواطن أحمد ياسين طه من الجمهورية العربية السورية. أنا أكذب الخبر هذا وأنه لا جيش ولا أمن ولا حتى أي شيء بيتعلق بالدولة، وإنما عصابة مسلحة هن اللي اختطفوني. كما أفادت لجان التنسيق بخروج الآلاف في تشييع الطفلة هالة المنجد في الميدان في دمشق. ميدانيا نشاهد الآن هذه الصور التي تصلنا من حي الميدان وسط دمشق، وهي صور موكب تشييع جنازة الطفلة التي قتلت أمس في حي الميدان. شو اسمك؟ أنا المنجة. شو صاير معك بالمشفى؟ عم روح جيب خبز، عم لقيتهم طالعين يعني مظاهرة. ما لعيت غير عم يزتوا حجار، أنا تخبيت ورا السيارة. والدتها لهنا منجح والحمد لله، مثل ما شفتوها يعني الحمد لله وضعها منيح الحمد لله. وعائلة عبد الجليل أبو خليل عادوا إلى جسر الشغور وتمت تصفيتهم. أنا المواطن عبد الجليل خليل من جسر الشغور. طبعا أنا الشهيد اللي أذاعت الجزيرة إني تم تصفيتي من قوات الجيش، والحكي بلا صحة على الإطلاق. طبعا هي انا وهي زوجتي وهي اولادي الاثنين اللي قالوا انه تقتلوا علا جبلاوي في اللاذقيه وتدفنوا هناك. انا اسمي ياسر جبلاوي من اهالي اللاذقيه بستان السنكه. هي مفصل هويتي. بعد تقريبا شي نص ساعه من وفاه بنتي جاني شاب ما بعرفه، مدني بالحاره بالمنطقه شكله. قال انت ابو علا جبلاوي؟ قلت نعم. اللي بدنا ندفنها بمنزل سكنتوري بالحديقه. قلت له ادفنوها. بتفاجئ بعد يوم والتاني بشوف صورها على الجزيرة، هي وبالأرض وهي وبالحديقة بالكفن كانت وعلى كرسي الحديقة. فبتفاجئ اني عم يحكوا ان الجيش والأمن كان متواجد بنقطة وفاة بنتي وكانوا بدهم ياخذوها للجثة، بس هالشيء ما مضبوط. هذا وقد بثت على مواقع الانترنت صور تظهر أما تبكي طفلا لم يتجاوز ربيعه العاشر قتل بنيران الأمن السوري في وقت سابق من اليوم في حي البياضة في مدينة حمص السورية. يا ماما حمص حي البياضة. لو في جيش ابني ما مات، قال طلعوا الجيش من الحواير، خلني طلعوا الجيش بعد يومين صاروا يقتلوا فينا. ويوم أمس أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن سيارتين للأمن والشبيحة قامتا بإطلاق النار عشوائيا في حي الوعر الجديد في حمص بعد منتصف الليل، وقتلت عائلة بكاملها مؤلفة من أب وثلاثة أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 11 عاما. ما شفنا غير الباب انطبش هيك، بعد جي قصيفة أربي جي اجت بجناني، فتحنا الباب وطلعت أنا وجوزي نشوف من هدول ولا بوجهي مسلحين. كم واحد؟ شي 15 واحد بقلب البيت كله مع سلاح مور وسيل وهي هيك ما بعرف شو اسمها، اول مره بشوفها. اجا جوزي اول فتحت الباب اجت رصاصه بابني ملا قدفوني، سكر الباب يعني بده يحمينا، يقول لي يا عبير سكر الباب. هربي ومدي سيد الركن سلمان حسين العواجه في مشفى القصير الذي أعطي أمرا بإطلاق النار ورفض الأمر، فتم تصفيته وإطلاق النار على رأسه وتم قتله. أنا العميد سلمان العواجي، طبعا أكذب وأنفي ما تناقلته وسائل الإعلام حول مقتلي في مدينة القصير. أنا حاليا أمارس عملي في مكتبي ولم يحدث أي شيء، وهذا الكلام عادي.